مرحبا وأهلا فيكم بتسجيل جديد من سلسلة أسرار، الجزء الثاني من شو كان بساحة المرجة قبل عمود المرجة. بدي قبل ما أحكي، طبعا أنا بوعدكم أنه يكون في حقائق مدهشة بهذا الجزء، ولكن بدي سجل ملاحظة بسيطة بأنه ما في شيء مكتوب وثابت عن هالشيء اللي عم نحكيه عن دمشق وغير الأماكن قبل ما يكون في التصوير الفوتوغرافي والتوثيق. الموضوع هو عبارة عن اجتهادات قام فيها أساتذة وباحثين كبار قبلي، أنا قريت أعمالهم ووصفهم، وبحاول من خلال مجموعتي الخاصة أن نضيف بعض الإضافات أو أسلط الضوء على بعض الجزئيات يلي ممكن تكون غائبة عن الجمهور العام. الموضوع مانو أكيد ومانو يعني ثابت 100%، هو قابل للتعديل للإضافة للمناقشة، ولكن الشيء اللي عبارضه هو رؤيتي الشخصية لها الأماكن من خلال قراءاتي ومن خلال مجموعة الصور يلي عم بمتلكها. وخلينا نرجع ننتقل لساحة المرجة، شو كان فيها قبل العمود وبهالصور اللي بتوقع رح تكون مفاجئة ومدهشة بالنسبة لكم. وشفنا انه كان بساحة المرجة قبل العمود ساحة فاضية تحولت مع الزمن لمركز مواصلات بين دمشق وباقي المناطق او دمشق وباقي الاحياء المدينة. كان فيها معالم ممكن ترجعوا تشوفوها بالجزء الاول حتى ما نعيد ونطول عليكم بهذا الجزء. بهي الصورة كأنه نحن واقفين حاليا قدام برج دمشق ونطلع باتجاه المرجة. هذا البناء رح نتجاوزه اليوم لأن هذا لازم نحكي عنه بتسجيل خاص. في عنا هذا البناء الظاهر هو بناء دار البلدية يلي طلعت مكانه بناية الشرباتي أو الشربتلي اليوم الموجودة بالمرجة. وهذا البناء حكينا عنه بالجزء الأول يلي هو مسرح أو سينما زهرة دمشق. ولكن بنلاحظ أيضا إذا قربنا الصورة أنه في أبنية تانية وراء بناء زهرة دمشق ما كتير بنعرف عنها كتير، وفي أبنية قدامه، في عنا هذا البناء البني يلي بدنا نكشف سره حاليا. هاي صورة حقيقية فوتوغرافية لساحة المرجة مثل ما شايفين عام 1895، وظاهر فيها هذا البناء يلي هو سجن. هاي الصورة مأخوذة بنهاية مثل ما واضح من تاريخ صورة القرن التاسع عشر. ما معروف السجن تماما إمتى تم بناؤه، امتى تمت ازالته، ولكن هذا السجن مذكور باكثر من مصدر بالمذكرات، واهمهم كان مذكرات شخصيه سوريه شهيره، امراه هي ماري عجمي، وقت نزلت وشافت احد شهداء 16 ايار كان مسجون اسمه بيترو باولي مسجون بهذا السجن، وحكت تفاصيل بتدل انه هي سمعت صوت النهر والمياه والى اخره، فاكدت وجوده. هاي الصوره هي تاكيد لوجود سجن في ساحه المرجة، رح اورجيكم صوره ثانيه. هاي الصوره واضحه اكثر بنفس الفتره 1895، واضح هون على اليمين السجن، وواضح كثير منيح، يعني هاي الصوره مناسبه كثير منيحه لنشوف دار او السراي القديمه يلي كانت مركز حاكم دمشق بالقرن التاسع عشر موجودة بصدر الصورة. لاحظوا هي يمكن أوضح صورة أنا بحصل عليها موجودة أو بتبين الدار، وجنبها مثل ما قلنا مسرح زهرة دمشق. هلا الزحمة اللي كانت موجودة بحسب ما قريت، وهذا الموضوع بحاجة لتوثيق، أنه كانت في حالة هروب جماعي من السجن بسبب حدث معين، ما أنا موضوعنا اليوم ممكن نحكي عنها بوقت لاحق، ولكن هي صورة مهمة للغاية لحتى شوف مو بس انه كان في سجن بساحة المرجة، كمان كان لحتى نشوف صورة نادرة للسراي اللي كان منها تحكم دمشق، وصورة ايضا فوتوغرافية واضحة لمسرح زهرة دمشق. ونلاحظ الابنية الموجودة بالجوار، طبعا هون بالافق بنشوف سور القلعة واضح، لاحظوا الابراج. وبالتالي هالصورتين نحسن منأكد بأنه كان في سجن بساحة المرجة قبل ما يكون في عمود المرجة. طيب نحن عرفنا أنه ساحة المرجة قبل العمود كانت ساحة فاضية بعدين تحولت لمركز مواصلات، كان فيها سجن مثل ما شفنا بالصور السابقة. أنا فضولي دفعني لأبحث أكثر من خلال الصورة اللي حصلت عليها، وهي تماما مثل أنه إذا نحن واقفين اليوم بالدوار اللي هو عند سمير أميس اللي بيروح يا اما بتروح باتجاه الحجاز او باتجاه المحافظه، او عم نطلع على المرجع وشفنا، خلينا نعمل زوم
اذا عملنا زوم نشوف هل مشهد صحيح ما انه واضح، ولكن بيبين لنا انه ما كان في سجن، ما كان في سراي الحكم، ولا كان في مسرح زهر دمشق. كان في على الاغلب هذا مثل ما شايف مميزه هو عباره عن سبيل مي، وفي بعض البيوت السكنيه يلي على الاغلب سبقت، هي الصوره طبعا اقدم من الصور الماضيه يلي سبقت وجود الساحه الفارغه يلي شفناها. طبعا في كثير دلائل، لاحظوا هون على اليمين الغابه الموجوده بالاشجار يلي ما كان في. طبعا بنهايه القرن التاسع عشر وجدت دار البلديه، وجدت مقصف بدار البلديه، هذا الشيء كله مو شايفينه، وبالتالي هي بتعطينا فكره قبل السجن، ويعني بنهايه القرن التاسع عشر لسه ما كانت كل المعالم والمشيدات اللي حكينا عنها موجوده. كان ممكن اكتفي بهالقدر من الاسرار والحقائق عن ساحه المرج، ولكن الاقدار شاءت انه تحمل الي صور حصلت عليها من اماكن متفرقه، مزادات واماكن ثانيه، انه احسن اكتشف قبل هالحقائق هي، قبل هالمشيدات او الابنيه اللي حكينا عنها شو كان فيه في ساحه المرج. والحقيقه كان الموضوع مفاجئ حتى الي. خلينا نتابع. ومن خلال الصوره بدنا نرجع لسه اكثر واكثر لورا. هلا هذا الجسر نفس الشيء، كانه نحن واقفين بالدوار اللي عند سمير رميس. هذا الجسر الحديدي هو جسر فيكتوريا القديم، يعني هذا اقدم نسخه منه. هو جسر بسيط حديدي بيوصل بين ضفتي برده، يعني حاليا بين سمير رميس وبناء الحايك تقريبا. وعم نطلع على المرج، اذا كمان عملنا صوره سيئه ولكن دلالاتها مهمه. في جمهور بحسب ما قريت ممكن يكون هذا الجمهور في عيد او في مناسبه دينيه، و إذا بيهمني أنه أنا صدر الصورة لو ما أنه كتير واضح والصورة سيئة، ولكن بيعطيني فكرة مهمة كتير شو كان بالمرج قبل ما تكون ساحة. لاحظوا أنه كان عبارة عن غابة مثل باقي المناطق في دمشق خارج السور، غابة، وفي بعض المنازل أو الأبنية السكنية بعتقد ما لها أي صفة رسمية. هل صورة ممكن تأكد لنا بأنه الساحة ساحة المرج ما كانت ساحة منذ الأزل، هي كانت ضمن الغطاء الأخضر لدمشق، ضمن البساتين والغابات اللي كانت تحيط بالمدينة، واللي كانت تبين من جبل قاسيون هي عبارة عن جنة غناء. كانت هالخضار موصل لساحة المرج، لسور دمشق القديمة، مثل ما بتوضح هي الصورة يلي مثل ما قلنا صحيح سيئة، ولكن أنا بعتبرها كنز لأنها بتوضح الحقيقة. وبنوصل لهي الصورة المفاجئة يلي ممكن واحد يعتبرها من ألف ليلة وليلة، ولكن من خلال الشروحات يلي كانت مرافقة للصورة يلي مثل ما قلت حصلت عليها من بعض المزادات، وهي صورة بكتاب لرحالة كمان ذكرت هذا الشيء، زار دمشق بالقرن التاسع عشر. بنلاحظ بأنه حوالين السور كان في مياه، في أفرع لنهر بردة. ولاحظوا على الجهة اليسارية من الصورة بالإضافة لهال يعني المصطبة خلينا نقول اللي راسمين فيها ناس قاعدين، في غطاء أخضر. هذا الغطاء هو ممتد ومتصل مع منطقة المرج، وبالتالي على الأغلب كان بمنطقة المرج هي جزيرة أو هي عبارة عن منطقة خضراء وسط المياه يلي كانت متوفرة أو متفرعة في دمشق بطريقة غريبة عجيبة يمكن ما بنتصورها اليوم، ولكن هي الصورة بتعطينا فكرة عن طريقة توزع المياه وطريقة أو شكل المنطقة بهديك الفترة. رح هلا بيقولوا في، يعني أنا أول ما شفتها قلت هي والله أبراج سور دمشق ما أنه أبراج سوق دمشق، لحتى حصلت على صورة تانية أوضح. حصلت على هي الصورة. هلا هذا الجزء من السور لا شك بأنه سور دمشق، راح احط لكم اياه بالوقت بصوره حديثه. هذا هو مثل ما شايفين المنطقه هيك كانت او هيك صارت وهيك كانت. نفس الصوره اللي شفناها قبل شوي، مياه و مقاهي عائمه وحدائق معلقه. هذا الكان المحيط بسور دمشق، وكان في جزء مثل ما شفنا بالصوره السابقه راح ارجع عليها بيتصل مع المرج لحتى يشكل على الأغلب مثل ما أنا بفهم تفرع
نهر برده بهذيك المنطقه، وهذا بده كمان تسجيل خاص. كانت المرجع عباره عن شبه جزيره خضراء فيها بعض الابنيه السكنيه مثل ما شفنا بهي الصوره شوي السيئه، ويحدى هالمنظر هذا الرائع يلي شايفينه. مثل ما قلت الرحاله كانوا دائما ياخذوا معهم الرسامين يرسموا المشاهد اللي بيشوفوها بطريقهم، ممكن يكون في بعض المبالغه ولكن ممكن يكون في كثير من الحقيقه على الاقل، بيعطي دلاله يعني المبالغه هي في اعطاء جماليه اكثر، في اعطاء بعض يعني التفاصيل اللي هي بذهن الرسام اكثر ما تكون يعني شكل اللباس وعم بيعملوا الى اخره. ولكن المكان مثل ما شايفين بهالصوره يلي هي فيها هالبرج من ابراج سور دمشق القديمه، لا يمكن الواحد يعني يغلط فيه، وهو مطابق تماما لما هو موجود حاليا، وبالتالي على الاغلب المنطقه كانت موجوده حوالين البرج والمتصله مع ساحه المرج هي عباره عن حدائق معلقه ومقاهي عائمه مثل ما شايفينها بهذا الشكل. وهذا كل شيء عن ساحه المرج بحسن بحكي لكم اياه، بتمنى يكون شيء كان مفيد وممتع. طبعا راح اعرض واحكي عن اماكن ثانيه واسرار ثانيه بسلسله اسرار تباعا. بتمنى منكم اذا عجبكم المحتوى، اذا عندكم اي رغبه بدعم المحتوى الجيد على اليوتيوب لا تخلوه يستمر وينتشر اكثر. ما بدنا منكم مصاري ولا بدنا منكم مديح ولا دعوات، بدنا منكم شغله بسيطه كثير. اذا عجبك المحتوى، اذا بدك مثل هذا المحتوى يستمر على اليوتيوب، بدنا منك كبسه زر وحده على زر الاشتراك. شكرا لكم.